احمدوا ربنا الفار جه متأخر شوية. طبعا لما ظهرت تقنية الفار في الدوري المصري بدأ الجدل كتير، بيغير نتائج. امبارح شفنا المقاولين يسجل هدف يتعادل بيه في الجونة، الحكم يلغي الهدف ويرجع يحسب ضربة جزاء بأصل رجعي، فتلاقي تأثير كبير جدا للفار. في جدل حوالين هذا الاستخدام، حتى المقاولين كان ليها ضربة جزاء الفار الغائلة، مش بس الغائلة جول بالظبط. طلع الأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك، وأنا الحقيقة يعني شايف أنه حد من الناس الهادية شوية في أدائها، لكن في تقييمه للفار له رأي ربطه مع النادي الأهلي. نشوف الفار اللي اتحاد الكرة وعد بيه أنه يبدأ من بداية الموسم، بدأ في نص الموسم وكان أوريدي النادي الأهلي خلاص يعني خلاص قدر أنه يعمل الفارق اللي احنا بنعرف أنه عمله ازاي، الفرق اللي في النقط يعني انت عايز تبدا موسم يا تبداه بفار، ما تجيش بقى بعد لما يبقى الفرق 18 نقطه تقول والله يلا يا جماعه اصل احنا الفار. واسمع علينا يا مش عايزين نتكلم في النقطه دي، بس انا بقول لك ان لو ما كانش حصلت الظروف دي كلها كان نادي الزمالك هيبقى بينافس على الدوري على المركز الاول. طب عايز اسالك سؤال مؤكد انت مستعدي له، هو تاخر الفار ظلم مين وافاد مين؟ تأخر الفار، طب هو مين اللي حضر الفار؟ مبدئيا النادي الاهلي يا كابتن امير اول حد ألح وطلب الفار رسميا، يعني في مكاتبات رسميه النادي الاهلي في 3 سبتمبر 2018 يعني من سنتين بالظبط، بعد جواب لاتحاد الكوره ايام عهد المهندس هاني بوريده، ادي الجواب بيطالبه، بيقول له تطبيق تقنية الفيديو الفار لتحقيق العدالة الكاملة بين كافة الأندية، وأن هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدأ اللعب النظيف وفقا لمبادئ الفيفا، وأن وسائل التكنولوجيا الحديثة سيتم العمل بها ابتداء من يناير. ده اتحاد الكرة في أكتوبر 2018 ردا على الأهلي في خطابه 3 سبتمبر 2018. رجع الأهلي يبعت لهم تاني في 29 يناير 2019، الأهلي يجدد طلبه للاتحاد وطلب في الخطاب الرسمي الإفادة عن أسباب عدم تطبيق تقنية الفار حتى الآن. فطلع الكابتن عصام عبد الفتاح، كان وقتها عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام، طلع في 31 يناير يعني بعد جواب الأهلي بيومين، قال إنه أقول للنادي الأهلي الذي طلب تطبيق تقنية الفار أن التقنية لن تطبق هذا الموسم، لأننا ننتظر وصول الأجهزة ثم تدريب الحكام عليها، وبالتالي يمكن العمل بها في الموسم الكروي الجديد. شفتوا الإلحاح في طلب الفار كان من النادي الأهلي، ولما كان بيقول في كل جواباته اللي انتوا شفتوها حرصا على تحقيق العدالة بين كل أطراف اللعبة. ده النادي الأهلي اللي يحمد ربنا انه اصله الفار اتأخر خصيصا عشان الأهلي يسبق، وبعد ما اطمنوا ان هو سبق وركب وبقى 20 بنت راحوا جايبين الفار. شفتوا الكلام وشفتوا توقيتات الجوابات الرسميه اللي مبعوثه. لكن المهندس عادل اشار له نقطه مهمه، بعد تطبيق تقنيه الفار، بعد ما سيلفارا فاندي ظهر في الملاعب، انا سالت قبل ما تطبق، هقول لك قبل ما تطبق، قبل ما تطبق ايه اللي حصل بالنسبه للاهلي هذا الموسم قبل ما يظهر الفار؟ الأهلي له ضربة جزاء لرمضان صبحي في مباراة الإنتاج في الدور الأول، الحكم كان محمد الصباحي لم يحتسبها، وضربة جزاء أخرى للأهلي أمام الإسماعيلي والحكم محمود البنا لم يحتسبها. ده بالنسبة للأهلي ضربتين جزاء في مباراتين ما تحسبوش. طب بالنسبة للزمالك ضربتين جزاء قدام المقصة للمقصة، الحكم محمد عادل ما حسبهمش والزمالك فاز بهدف. ضربتين جزاء مش راينا، نشوف فيهم راي الكابتن احمد الشناوي علشان نشوف الفار خدم مين. بهذا الشكل اديكم شايفين الفار خدم مين، الزمالك والمقصه. المقصه ضربتين جزاء في عدم وجود الفار، نشوف راي الكابتن الشناوي قال ايه وقتها. هنا طبعا محمود علاء ما فيش شك، الدفع واضح ودفع صارخ زي ما بيقولوا، دفع اللاعب ويعني
ادي واضح. هنا بقى اللقطه دي اللي انا عايز اقول هنا محمد يعني عنده رؤيه فيجن، في فيجن بالنسبه له يعني، والخطا واضح ما تقولش مش واضح يعني. هو كان هنا ممكن جدا بكل سهوله يحتسب ركله الجزاء، وركله الجزاء ما حدش يقدر يعترض عليها، حتى الاثنين بتوع الزمالك اللي واقفين شايفين الدفع والحاجات دي كلها. لكن هي طبعا اقوى قرار، ويعني زي ما بيقولوا خدوا الحكم بعدم الاحتساب، لكن الخطا واضح وركله الجزاء واضح. هنا الناس تقول لك ده التحام، لا ده مش التحام طبيعي، لان الكوره كوره لاعب المقصه محمد ابراهيم واخد الكوره قدامه. النهارده مين اللي جاي من ورا؟ لاعب الزمالك اللي هو حمدي النقاز. النقاز ده دلوقتي الكوره اللي جايه، انا كلاعب الكوره بتاعتي عندي الحق والملكيه في اني انا احجز على كورتي واخدها، احجز عليها عشان ما حدش ياخدها مني. وده اللي عمله لاعب محمد ابراهيم، وبالتالي اكبر حمدي النقاز اللي ارتكب ضده المخالفه، وهي مخالفه ان هو حتى عمل حرك جسمه كده، فبالتالي ركله الجزاء موجوده والقرار الحكم مش موجود. نشوف الحاله طبعا واضحه جدا. بص بقى هنا، بص حمدي النقاز يعني ايد ودي رجل اهي، يعني ايده ورجله، يعني قدم ويد، يد بتدفع ورجل بتعرقل. اذا الخطا موجود وركله الجزاء واضحه ولكن لم تحتسب. هو انا ليه سالتك السؤال ده؟ لان يعني الاستاذ امير قال لك يعني احنا لو طبق الفار من اول السنه كان زماننا بننافس على الدوري، مع ان هو لو طبق الفار من اول السنه، وان كنت شايف ان الفار حتى يعني لما بيطبق الحكام مع الزمالك ما بيسمعوش كلام الفار. ايوه يعني طب ماتش الاهلي فيه ضربه جزاء وفيه طرد، يغيروا نتيجة الماتش لصالح الأهلي مؤكد يعني. أيوة. إنما هو رأيه كده، فإحنا لما بنجيب له الوقائع دي كل دي كم بونت أنت حسبتهم؟ دلوقتي أدي 3 بونت، ضربتين جزاء قدام المقصة، الزمالك كسب 1-0، فخد 3 بونت أونطة في غياب الفار بشهادة الكابتن الشناوي، ضربتين جزاء منهم النجاز مع محمد إبراهيم، أديكوا شفتوا كانت واضحة إزاي. لكن كابتن الشناوي هدف غير صحيح للزمالك من ضربة ركنية، كان الحكم محمود البنا، وفاز الزمالك بالهدف غير السليم، مش من رأينا، من رأي كابتن الشناوي. هدف الزمالك الأولاني، وأنا عايز أقول طبعا فيه إنه طبعا هي تسديدة، والحارس بيعمل التراي، الحكم المكان بتاعه زي أنا موقف كده بيقول إنه جت في إيده، لكن مع الإعادة التلفزيونية ما جاتش في ايده خالص، وبالتالي الركنيه احتسبت، ومفترض انها كانت تحتسب ركله مرمى. فطبعا هنا بالشكل ده وجا منها الهدف، هو ده سبب اعتراض لاعبي المغرب. وادي 3 نقط، 3 و3، 6 نقط في غياب الفار يا كابتن امير. طيب ضربه جزاء لوادي دجله صحيحه 100%، والنتيجه 1-1، والحكم محمد معروف قوي، محمد معروف جدا، حكم هذه المباراة وسجل عليه الكابتن ناصر عباس في صدى البلد رأيه فيه. هنا في باص معمول عرضي من اللاعب، من مدافع مهاجم وادي دجلة. الكرة هنا الونش، طبعا احنا لو شفنا الحالة هنلاقي ان الوضع الايد هنا كابتن هاني مش طبيعي خالص لحد. الايد هنا اعلى مستوي الكتف، وبالتالي ده مش وضع، وهنا الايد بنقول ان هي كبرت حجم الجسم، وبالتالي ركله جزاء واضحه جدا جدا جدا. وعايز اقول ان هي كمان سهله، يعني مش هتاخد جدل من اي حد، او مش هتختلف فيها مع اي حد. الكره دي بالذات هي اللي لغت جون المقاولين، وادت وادت ضربه جزاء للجونه، مع ان الجونه كان واخد ضربه جزاء. يعني جولين بتوع الجونه ضربتي جزاء. وان الفار لغى ضربه جزاء للمقاولين والهدف ورجع عليهم بنالتي، وبعدين لغى لهم الهدف ورجع. اذا الفار عندما يلتزم الحكم براي الفار يكون مؤثر، لكن طبعا الحكم اللي مش اللي عايز يشغل دماغه ويصمم ضيع عمك الكرواتي ده خلاص، لو جبت له اوضه الفرن ولا فار ولا عمنا الكرواتي ده ما يفرقش معاه. احنا كده ايه، 9 الفرن كلها، ادي 9 نقط يا كابتن امير، 9 نقط
ده حتى اجماع خبراء التحكيم مش من راينا. حتى يا استاذ ابراهيم في الكونفدراليه الفار ما حسبش الكره اللي قعد فيها الجون على الكره جوه الشبكه. دي كانت مش يعني في قبل النهائي ما كانش يعني بطوله. أيوه. دي كره بطوله. الحكم التشيكي اللي اعترف انه ماتش السوبر تجاهل ضربه جزاء للاهلي ادت اللقب للزمالك. لو كان الفار ما اعتقدش كانت بقت كده خالص. على ذكر الاهلي والزمالك والراجل الكرواتي لا سامحه الله، الحكم الكرواتي اللي ادار مباراه القمه الاخيره، في وجود الفار حصل ايه؟ ديكوا فاكرين شايفين ضربه الجزاء الواضحه جدا لوليد سليمان اللي الكل اقر بصحتها، يمكن القارات الكل القارات الثلاثه اسيا وافريقيا واوروبا، الحكم الانجليزي من اوروبا اللي جابه ميدو على تليفون قال له لا ضربه جزاء او الخطا موجود، مستغرب ازاي الحكم ما حسبش، كان يحسب بره والفار يقول له جوه. مفيش بره دي. راحوا لاسيا جمال الحكم. بره ايه؟ الحكم هو احنا نشبط في كلمه بره ايه؟ ده جوه قوي. الله، ايه اللي بره فيها؟ نطينا في الهواء ونزلنا احنا الاثنين جوه. لا ومحمود عليا رجليه الاثنين جوه. الله، رجليه الاثنين كمعتاد احنا هنقول جمل بس. جمال الشريف في اسيا استعان بيه زميلنا حمد الحسيني فساله قالوا ازاي دي ما تتحسبش ضربه جزاء؟ انا عارف ازاي دي ما تتحسبش في مصر الافريقيه عشان تكتمل القارات الثلاثه كل خبراء التحكيم اجمعوا ازاي ده ما يتحسبش، لكن مع الكرواتي مشيت حتى في وجود الفار. الزمالك قدام المصري، الاهلي قدام المصري مؤخرا عشان بنتكلم على الفار. طب في وجود الفار يا كابتن امير، في عدم وجود الفار الزمالك استفاد 9 نقط وشفتوهم مش براينا، براي خبراء التحكيم. طب في وجود الفار الاهلي يتذبح في مباراه القمه ذبح مع هذا الكرواتي والفار بتاعه اللي لعب في عبه. يجي كمان الاهلي والمصري، الاهلي والمصري في وجود الفار هدف صحيح جدا للاهلي سجله قالوا باجي لغاه الحكم واتكلم عنه الكابتن احمد الشناوي. هنيجي بقى للهدف الملغي ده اللي هنا. نعم. في الحاله دي انا عايز بس اقول حاجه، ان النهارده الحارس طبعا التسلل مش موجود. نعم. يعني هو ادي باين اهو، ادي احمد الشيخ لحظه لعب الكره من دماغ مروان محسن. التسلل مش موجود. هنيجي بعد كده للالتحام. نعم. هيبان من ورا الجول. انا عايز اقول ان الهدف ده لو احنا المصريين في هدف ما ينساهوش ابدا. شوف بقى هنا مين رايح لمين، نقف بس هنا دي واحده. مروان محسن هو طالع اهو. طالع يلعب الكوره. حارس المرمى هو اللي بيتحرك رايح يشترك. في لعب الكوره. اللي انا عايز اقوله مروان محسن لم يرتكب اي مخالفه. ما عملش اي مخالفه، ما عملش اي حاجه. النهارده بيطلع يلعب الكوره، المحارس بيروح عليه. هل ايد مروان هنا لا دي عادي. ده التحامات عاديه بالانسنج. يعني بيعمل نفسه توازن ويطلع لازم يعمل ايده كده بيلعب. نعم. كره في الهواء. نعم. هنا بقى الجول هنا بيلعب اهو الكره، عايز يلعب كره جت. ده انا عايز مروان. انا جايب الجول ده عشان الناس. نعم. تفتكر جول حسام حسن اللي وصلنا كاس عالم. نعم. بص حسام راح قبل الجول. نعم. والجول خبط فيه وقع. نعم. الجول احتسب. نعم. انا ماليش دعوه. أي. انا حقي ان انا العب الكره وانت جاي من ورايا ماليش دعوه بيك. متألق انت اللي من. فطبعا. نعم. هنا الهدف ده انا برجع الناس للذاكره ان. نعم. ان حارس المرمى كونه يقع مش معناه ان المهاجم ارتكب ضده مخالفه. لا. أي. اللي حارس المرمى راح خبط في مروان محسن. نعم. والمدافعين وقع وسقط على الارض والحكم احتسب الفال. هدف هدف صحيح طبعا. نعم. لم يحتسب. نعم. نيجي بعد كده بقى حاله الطرد بتاعه المصري. نشوف الحاله. يعني هنا نشوف اللاعب قريب امين هو ما طلعش انذار. هنا لازم طرد مباشر. ليه طرد مباشر؟ طبعا. ليه؟ شوف الرجل داخله بيستخدم. في قوه يا كابتن، قوه الاندفاع اللي جاي بيها. نعم. اللاعب وقدم اللاعب على الارض وداخل فيه بالقوه دي، اذا اللعبه دي اسمها السيريوس فاول بلاي. نعم. اللعب العنيف. اللعب العنيف يعني فيه هناك استخدام قوه زائده. نعم. فبالتالي هنا ده لابد الطرد مباشر. بغض النظر ان انت بتدي له انذار تاني وتطرده. نعم. لا، انت مش بتجمل الانذار. انا عايز اقول ان خلاص طرد مباشر انت محق فيه. طبعا ليه؟ اللعيب جاي من الدفاع والقوه دي كلها، لكن لو من الثبات وبينزل كده اقول لك انذار، لكن ده جاي
ومنتهى الاندفاع وداخل في قدم اللاعب بالشكل ده. شوف داخل بس استخدام اسفل القدم والحاجات دي وبالقوه وداخل كده خلاص بقى. الطرد هنا شايف ان هو موجود بنسبه يعني ما مباشر بشكل كبير. يعني زي ما احنا شايفين ان الفار حتى انتقائي. يعني مش كل الاحداث بيتكلم عليه. وفي نفس الوقت قراره غير ملزم. فبرضه الحكم احنا لو الاهلي خد حقه ما خسر الزمالك. ما كانش خسر ماتش القمة. وكان كسب ماتشات سهلة جدا. وكان ماتش سموحة اللي تعادله. الجون جه من فاول واضح. طيب. يعني يعني حتى الفار فاللي عايز يعني يستخدم الفار عشان يعني يغير بيه واقع مش هيعرف، لان بقى الفار ميزته انه بيعتمد على صوره، سواء هو الحكم خد برايه او ما خدش برايه، هو ذكر الواقعه ما ذكرهاش، لكن الصوره بتقول للفار انت عملت لنا ايه في دي؟ ما عملتش حاجة. ناصر عباس أو الكابتن ناصر عباس كان رأيه في مباراة الأهلي والزمالك وفي وجود الفار وليد سليمان ما تحسبلوش ضربة جزاء. نشوفه. دي حالة من الحالات التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل كبير جدا جدا جدا. هنتكلم بالقانون ونتكلم بالاعتبارات بتاعتنا ونشوف هنا المخالفة. من الذي نجح في لعب الكرة كابتن حلمي؟ وليد. نشوف وليد سليمان. انا النهارده على محمود ما عندوش قدره على لعب الكره ولا عنده فرصه لعب الكره، ولكن هو عمل ايه؟ هو في ارتقاء هنا طلع فوق وبالتالي ارتكب مخالفه باهمال تستوجب احتساب مخالفه. هذا الخطا لو خارج ركله حره مباشره، لو داخل منطقه الجزاء ركله جزاء ما فيش فيها كلام. طيب اوكي، انت كان تمركزك 100% كويس جدا جدا، ثم لم تحتسب المخالفه. احنا قلنا الفار احيانا نشوف كده في الحاله دي، هنشوف الحاله دي هنا اولا القفز موجود والسند موجود والدفع موجود، جميع اركان المخالفه هنا موجوده والاحتساب هنا بركله جزاء صحيحه والحكم هنا مش موجود. ممكن نكملها يا كابتن من اولها لاخرها؟ نرجع تاني ونشوف المخالفه يا كابتن ايمن. المخالفه هنا بص هنا يعني محمود علاء لم ينجح في لعب الكره ولم يلعب الكره، وبالتالي هنا هو هنا القفز والركل والدفع موجود في هذه الحاله المهمه. اللي انا بقول ايه، الفار هنا نجدك، يعني ايه عاوز اقول ايه، ان الفار هنا جابك، حاول يصحح لك الموضوع بس انت بالظبط كده. السؤال هنا كابتن علاء، هو الفار جابك ليه كابتن محمد؟ طبعا اكيد انا قاعد الفار شفت ان هنا في مخالفه طبعا، ولكن حضرتك رحت على المخالفه والشاشه جابت لك اللقطه اللي هي ما فيش فيها كلام، ركله جزاء كابتن مليون في الميه، ما فيش نقاش فيها. اي حكم دي من اسهل ركلات الجزاء كابتن علاء ان الحكم يحسبها، ركله جزاء سهله ما فيش فيها صعوبه تحسبها وانت مش قلقان، وبالتالي هنا انا شايف ان ركله جزاء لم تحتسب. وخلي بالك يا كابتن دي اثرت على نتيجه المباراه. مفيش كلام، بص يا كابتن، ركله جزاء لم تحتسب في نتيجه انت محتاجها كلاعب، احنا بنتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن النادي الاهلي او بنتكلم على اي نادي، في ركله جزاء لم تحتسب انت محتاجها اكيد انت ما بتاخدهاش وبالتالي بتاثر في نتيجه المباراه. هي ضربه جزاء اتفقت عليها كل خبراء التحكيم في القارات الثلاث. ايوه. جمال الشريف والحكم الانجليزي وكل خبراء في مصر. كل خبراء، الكابتن الشناوي، كابتن ناصر، سمير عثمان، كلهم. ليه؟ هو اللي عايز يقول بقى ابتدت من بره، ولكنها هو وليد لما زق الكوره مش جري وراها. طيب هو وقع فين؟ هو لمس، ركب عليه فين؟ وليد لمس الكوره جوه مش بره. لا ركب عليه فين؟ ركب عليه جوه. لا طبعا. فمنعه. بص اهي. منعه من وليد لمس الكوره جوه. ابراهيم بس عشان اكملها. منعه من الوصول الى الكوره جوه. ايوه. فما فيش بقى حد يقول لي ابتدت بره. ده انت منعته من الوصول الى الكوره. ايوه. انت لما حبيت تحتك بيه بره هو زق الكوره. فانت رحت راكب عليه. ايوه. اذا وفيها قرار اداري. هي مش بس ان هي هتبقى ضربه جزاء، لانك انت لعبه واعده كان هيوصل بيها للجول. فمحدش يقول لي لو الفار، لا يا ريت الفار اتحسب رغم كل عيوبه مع الاهلي، يعني هو هايل جدا مع كل الانديه، بس ما اعرفش ليه مع الاهلي لحد دلوقتي ما بناخدش حقنا منه، رغم ان الاهلي اول من طلب بيه وسعى اليه لاقرار العداله بين كل الانديه. يا ريت الفار كان من اول السنه كنا اتفرجنا بقى صحيح على ترتيب الجدول.
تسع نقط يا كابتن امير الزمالك خدهم في غياب الفار باجماع الخبراء، لو كان في فار ما كانش بقى ترتيب الجدول ده دلوقتي خالص. لكن حتى في وجود الفار الاهلي بيلعب مع اسوان له ضربه جزاء ما بتتحسبش وبيسجل رايه فيها الكابتن سمير عثمان. اما نشوف هنا كان في كره مهمه النهارده في المباراه اللي هو لعيب النادي الاهلي كان منفرد بمرمى لعيب اسوان، من اول لقطه ممكن تشك انها ركله جزاء، بس اما نيجي نشوفها هنا هتلاقي في اعاقه من حارس المرمى ايديه الشمال، في اعاقه على رجل لعيب النادي الاهلي وهو مندفع حتى لو لمسه خفيفه وهو مندفع ده عاق اللعبه زي ما احنا شايفين هنا. طبعا لعبه اتلعبت سريعه دي من اول زاويه، جينا نتاكد برضو منها من الزاويه الثانيه، اما نيجي نشوفها برضو هتلاقي ايد الشمال ومبينه طبعا من الجوانتي الاصفر، في هنا تلامس طبعا مع رجل اليمنى لعيب النادي الاهلي، طبعا دي افقدته التوازن بتاعه كان لازم هيقع. انا هنا بس طبعا هتبقى بعيده على طارق مجدي، بس انا هنا شايف كان مسؤوليه، هي دي النقطه، مسؤوليه كامله لطبعا حكام الفي ار محمد الصباحي مصطفى عثمان كانوا ينادوه، هو ممكن يكونوا كلموه وقالوا له احنا شايفينها ما فيهاش حاجه، بس يعني لو عملت واجب شويه هتبان. يعني الفار لحد دلوقتي ما بيديش الاهلي حقه، او الناس ما بتلجاش للفار في الحاجات اللي يستحق النادي الاهلي ان له حقوق واضحه. فيعني هنا على فكره التجربه مبينه حاجتين، الاول خلينا نقول ما يخص الاهلي والزمالك علشان يبقى كشف الحساب مع الفار خلصان. من اول ما اتطبق الفار في الملاعب في الدوري الاهلي لعب 7 مباريات، فاز في 4، اتعادل في 2، خسر مره، سجل 11 جون ودخل مرماه 5 تجوان، يعني الاهلي لعب 7 فاز 4 تعادل 2 خسر 1. طب والزمالك في وجود الفار؟ كابتن امير مرتضى شايف ان الزمالك لو ما كانش، لو كان الفار بدري كان فرق كتير جدا وانه الفار خدم الاهلي، لا الزمالك لعب برضه 7 مباريات في وجود الفار، من المفارقه اتساوى الاهلي والزمالك في كل حاجه. الاهلي الزمالك لعب 7 مباريات فاز في 4 زي الاهلي، اتعادل مرتين زي الاهلي، خسر مره، بس الزمالك سجل في وجود الفار 8 اهداف، الاهلي سجل 11، ده الفرق الوحيد. لكن قبل الفار في 9 نقط كاملين لازم نتحاسب عليهم. لا واحنا ما خدناش ماتش القمه، ما خدناش حقنا في ماتش القمه، ما خدناش حقنا في ماتش سموحه من الفار، وغير الحالات الكتيره اللي موجوده اللي الزمالك استفاد فيها وما سجلناش راي خبراء التحكيم فيها وكانت واضحه جدا، بس اللي عليه اعترافات من خبراء التحكيم 9 نقط يا كابتن امير. الفار مشكلته الحقيقيه عمليا انه في غرفه الفار بيبقى فيه حكام بينهم وبين حكم الصفاره حاله كده من النفسانه شويه، ودي بتسجل دايما وابدا، حكم الصفاره مش عايز حكم الفار يعلم عليه، ظهرت بين ابراهيم نور الدين والبنا في مباراه الاهلي وحذر منها الصديق العزيز المهندس احمد مجاهد قبل المباراه وقال لك لازم يتم اختيار اطقم متجانسه مع بعضها، لكن حكمين متنافسين مين الاول بعد جهاد جريشه هيبقى الثاني عايز يعلم على الاولاني، فالصفاره مش هيسمع للاولاني، عشان كده يقول له في كارت احمر يروح مكتفي بأصفر. ده رايك ولا راي الاستاذ احمد؟ ده راي احمد مجاهد. قالوا فين يعني؟ كتبها تويتر، كتبها على تويتر، كتبها تويتر قبل المباراه على مسؤوليته، يعني على مسؤوليته انه التنافس بين الحكام بيخلق هذه الحاله، فياريت في اختيار حكام الفار مع حكام الملعب نراعي يا كابتن وجيه حالة التجانس. ده كان كل حاجة عن الفار، لكن كمان بعد الفاصل ميدو وعماد متعب وكلام مهم بعضمة لسانه.